نعم مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم من جديد من خلال تواجدنا في معرض دبي الدولي للطيران، وتحديدا من خلال تواجدنا في يعني المشاركين والأجنحة المشاركة على هامش هذا التظاهرة الكبيرة التي تتواجد حاليا في مطار آل مكتوم الدولي. وطبعا نحن موجودين في جناح آخر وطني مميز، وهو جناح مجموعة مبادلة. بنتعرف أكثر مشاهدين الكرام على هذا الجناح وما يحوي وطبيعة هذه المشاركة من خلال لقائنا مع مجموعة من الخوات اللي يعني متواجدين في هذا القطاع. بنتعرف أكيد يعني من خلال تواجدنا وياهم. نرحب فيك. مريم المنصوري، مهندسة في سند تابعة لشركة مبادلة. طبعا يتم صيانة هذا المحرك تحت أيادي وكوادر إماراتية. نحن في سند عندنا انجن الـ V2500 والترنت وجينكس والليب. طبعا يعني مشاركة جدا مميزة، ولفت انتباهي ان العنصر المواطن النسائي موجود كذلك من خلال المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران. طبعا هذا بفضل قيادتنا الرشيدة، انهم يدعمون المرأة يعني في كل المجالات، وخصوصا يعني ريسنتلي انه يدعمون في مجال الطيران. شكرا لك، وطبعا زميلتك معانا بعد. نرحب فيك. معاكم مجد المنصوري، دارسة هندسة ميكانيكية، وكلي فخر اني اليوم في هذا الحدث الكبير. طبعا مشاركة مميزة وجناح وطني تابع لمجموعة مبادلة، لو تحدثينا عن هذا النموذج اللي موجود من خلال مشاركتكم اليوم. هذا المحرك الموجود اليوم اسمه V2500. نحن عندنا 4 محركات، هذه واحد منهن. طبعا هاي المشاركة هي مش المشاركة الأولى لمجموعة مبادلة من خلال تواجدها في معرض دبي الدولي للطيران. نعم، شاركون بشكل سنوي، وتعرضون من خلال هذه المشاركة مجموعة كبيرة وواسعة من الأمور المتعلقة مشاهدين الكرام بالطيران. طبعا مثل ما تشوف هنا نحن عارضين المراوح البليد، البليد مال الترنت، V2500 وجينكس. طبعا نحن نتمنى لكم كل التوفيق، وفخورين جدا انكم انتم يعني انخرطتوا في هذا المجال، مجال الطيران اللي يكون يعني يمكن في السابق كان شويه صعب، لكن الحين الامور تسهلت اكثر واكثر. صح، الحمد لله، هذا كله بفضل قيادتنا الرشيده، انهم يدعمون المراه في كل المجالات. الحمد لله يا رب. نتمنى طبعا اختي التوفيق. يعطيك العافيه، ما قصرت.